في الزمن القادم الزمن السحيق ليس ماضيا إنما مستقبلا، حينما تحدث مباراة لكرة القدم في الجنة الموعودة في يوم الجمعة المقدسة المباركة في سماء الله في سدرة المنتهى، سيأتوا جمهورا منتخبا مرضيا عليه من أهل جهنم ليدخل بالواسطة لحضور المباراة، مباراة ما بين أهل الصالح وأهل الطالح، والمشجعون أيضا هم سيكونون من أهل الجنة وأهل النار في مباراة سيكون حكمها النبي أيوب. إنها فسحة من الفسحات التي أتمناها، كما أتمنى أن تتوفر لي بعض الأقمشة الكثيفة، بعض الألوان والريش، حتى أكمل مسيرتي في الرسم إن كان في الجنة أو في الجحيم، أو إن كانت على جبل الأعراف ما بين الجنة والنار. لا أريد النساء الحوريات مطلقا، لا أريد أن أتجول ما بين الأشجار الباسقة ولا ما بين الأزهار، ولا أن أشرب من اللبن المصفى في جنة الخلد. لا أريد أن أرى ملائكة أو حياة رغيدة، لا أريد أن أستظل بشجرة فيئها يستمر 70 عاما ونيف. لا أريد أن أحتسي من شجر الزقوم مع الأباليسة، لا أريد هذا ولا أريد هذا، أريد فقط أقمشة بيضاء، بيضاء ناصعة ثلجية كقلوب الأطفال الأبرياء، أريد ألوانا جديدة ليس كما هو متوفر في حياتي القديمة على كرة الأرض البشر اليائسين المتعبين المسخوطين. أريد ألوانا جديدة، ألوانا لم أرها قط، ألوانا لا تشبه الأحمر ولا الأرجوان ولا ألوان التركواز ولا الأزرق السماوي ولا الزهري ولا الذهبي. أطلب منك يا الله، أطلب منك وأنا عبدك الفقير أن توفر لي ألوانا جديدة لم أرها قط، وأنك على كل شيء قدير، كن فيكون.